السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأحبتي في الله. خلينا نبدأ مشوار 2015 منذ البداية عن قصة أخوكم محمد حجازي. لماذا بدأت القصة؟ القصة مع الاستغفار 30,000 استغفار، لماذا بدأت؟ ما هو أصل القصة يعني؟ أصل القصة هو أن الله قد أطبق علي كل باب، أغلقت الأبواب ولم يبقى إلا باب الله. ما تركنا تجارة، ما تركنا باب إلا فتحنا، يعني حاولنا أن نفتحه لكن الله لم يفتح لنا ولا شيء. حتى عرفت أني أنت يا أبو أحمد وقف، هذا اللعب لا لن ينفعك بعد اليوم. يعني إحنا بدلنا تجارات، انتقلنا من هون إلى هون إلى هون إلى هنا، حاولنا أنه نغير، كيف بقولوها كلام يعني مجرد كلام بالعامية، يعني حاولنا نغير أقدارنا بتجارة جديدة، غيرنا المحلات من منطقة إلى منطقة، عسى الله أن يغير أحوالنا. ما تغير شيء، بل بالعكس ازداد الدين دينا، ونحن لازلنا نصر على المعاصي، والواحد بيعرف حاله. فماذا فعلت؟ بعد ما عرفت أنه هذا السحر الذي كاد أن يكسر ظهري، يعني أنا كنت مديون وأجر هذا الدين ومتحمل هذا الدين، والتجار ساكتي ونتهم التجارة ونجر بهذا الدين، حتى ازداد الدين، حتى كبر الدين، ولكني كنت حامله صراحة. ولكن الحياة لا تطاق، لأنك أنت تعيش في دوامة هذا الدين. يعني صراحة يعني كمان بعت عقارات تخلص من هذا الدين ولم ينتهي. طيب جميل، عندما جاء هذا السحر الذي تكلمت عنه فكسر ظهري، وكأن الله بيقول لي خلاص بكفي، خلاص يكفي يكفي خلاص. والله فهمتها هكذا، أقسم بالله فهمتها هكذا، خلاص بكفي انتهي، وإلا بصير الشيء أكبر. فأنا جلست مع نفسي قلت خلاص بكفي، خلاص هذا اللعب. نعم، فبدأت وشمرت بالصلوات بفضل الله كله، هذا فضل الله علينا. بدأت أشمر بالصلوات، ما كنت أصلي كل الصلوات، كان عندي صلوات لربما ثنتين أو ثلاثة في المسجد. نعم، يعني أنا ملتزم، أنا مش بعيد، أنا مصلي، لكن في تفلت، في قرض ربوي، في أشياء بيننا وبين الله لا يعلمها إلا الله، في أشياء كنا نبكي عليها حتى نخلص منها فما خلصنا. لكن عندما الله عصرنا بطل في لعب، انتهى اللعب، انتهى زمن اللعب. فأخذت على عاتقي أن أصلي كل صلواتي في المسجد بفضل الله، يعني من رحمة الله علي. لكني بدأت يلا، لا يغير الله ما بقوم من حتى يغيروا ما بأنفسهم. الشاهد هنا أنه لا يغير الله ما بقوم من حتى يغيروا ما بأنفسهم. بدك تغير، خلينا نبدأ على بركة الله عشان الله يفتح علينا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وحبتي في الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، بال 2015 خلص، يعني هذا جر الدين، يعني سني ورا سني ورا شهر، انتقل من مكان، انتقل، غير تجارة، غير، نعم تاجرت في عدة تجارات، نعم فلحت، اشتغلت بالفلاحة، اشتغلت بتربية المواشي، اشتغلت في بيع الملابس، نقلت المكان من مكان لمكان، نعم كل هذا، ولكنه ما نفع. نعم، فبدأت وشمرت وبدأ الله جل في علا يحببني في هذه العبادة. بدأت، نعم أنا مديون، أنا عندي سحر تعطيل، أنا بيّنت هذا السحر التعطيل ما هو، مش حاجة أنا أبينه، وقد بيّنته في الماضي والإخوة يعرفونه الذين يتابعوني. فهذا بدأت يعني عبادة بكلي، طبعا خلعت كل شيء. أنا كنت مدخن في ذاك الوقت، أنا كنت مدخن قبل ما أشمر، فكان مني والله يا جماعة والله أظن يعني هذه الحادثة كانت مع رجل من عندنا من البلد، هو من 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 عندنا من دار حجازي، يعني من آل حجازي. يوما ما كنا في المسجد وبقول لي ذهبت إلى الطبيب هكذا، يعني عندما بدأت بأول مشوار، كان في بعد التدخين، بأول مشوار للتشمير بال 2015 كان بعد، كنت بعد مدخن، وبقول لي ذهبت إلى الطبيب، وإذا الطبيب بقول لي يعني أنت لازم تترك التدخين،
قلت له أترك التدخين. قال يعني كنت ماسك سيجارة، يعني بالمعنى كان مع سيجارة، قال ورميتها. احنا تكلمنا على باب المسجد، طبعا احنا باب المسجد، انا خرجت من الصلاة ولعت السيجارة طبعا بال 2015 ولعت السيجارة، وتذكرت قوله ورميتها، فرميت انا السيجارة كما هو رمى السيجارة وتركتها لله. قلت لا يليق، يعني انا ما بليق يا اخي، بدك تبادر، بدك تتباشر. يعني نزلت درس كان فيه هناك كلام على أخت تقرأ سورة البقرة 4 مرات وتستغفر 30,000 مرة ولكنها لا زالت تلبس المتكشف. يا جماعة اليوم أنا الآن خرجت من مكان، يعني هو طبعا هاي التجارات، إحنا هنا في داخل الفلسطيني وعندكم في البلاد العربية كله صار تكشف وعوري، كيفما تنظر في مفاتن، كيفما تنظر، يعني وكأنه يعني شو أقول لك، يعني هذه أمة تريد أن يغير الله أحوالها. بالله عليكم عندنا نصف المجتمع تقريبا عري، نصف المجتمع عري، من مسؤول عن العري هذا؟ الرجال، أين الرجال؟ لا يستطيع أن يتكلم ولا حرف. ثم نأخذ السؤال، هل الأخ الذي يدخن بادر؟ هل الأخت التي تلبس الضيق بادرت تتوسع قليلا؟ بادرت تتغير إشي بحياتها؟ هل بادر الذي يبيع المنكر الدخان مثلا، منهم من يبيع الدخان ويقول لك مش حرام مكروه؟ ما احنا لما كنت انا ادخن كنت اقول عنه مكروه لكنه هو حرام، انت بتحرق فلوس. تخيل انا ماسك فلوس الان وانا اشعلها هذه الفلوس، شو بتقول عني؟ بتقول مجنون، شو مش حرام عليك؟ شو ماذا تفعل انت؟ وهكذا انت تفعل بالتدخين وهذا اللبس وهذا العري وهذا التعطر. أين حديث رسول الله وهذا التسليم؟ نعم السلام، السلام باليد للمرأة بين المرأة والرجل، كله هون هون، خفف خفف. ضعنا يا جماعة وإحنا نهون هون وخفف خفف، ضعنا أمة في ذيل الأمم لا تستطيع أن تدخل قارورة ماء إلى غزة. الله لا يريدنا حتى نغير يا جماعة، يا جماعة ما بينفع. هل يعني الذي يدون أو يكتب تعليق هون هون وفوتوا النار على الناس على النار؟ احنا ما فوتنا حد على النار يا جماعة، يا جماعة هذا أنا عندما شمرت وتركت، أنا قلت دائما قلت لكم تركت كل شيء، تركت الذنوب، شمرت بكل، أقبلت على الله، مش قلت لكم أقبلت على الله بكل؟ فكانت العبادة كانت 30,000 استغفار وكان 5 صلوات في تكبيرة الإحرام الأولى وكان الصدقات وكان قيام الليل وكان وكان وكان، لكن تركت يا جماعة، تركت ذنوبي، كان في عين بيني وبين الله ذنوب تركتها، خلاص بطل ينفع يمشي هذا الذنب. دفعنا ثمن هذه الذنوب والله عقارات بيعت، وانت لا تدري يا مسكين، بتظن انها التجارة فاشلة، بتظن انه انت تجارتك، لا يا الله يا رجال يا جماعة، الله اللي بحاربكم، الله يحاربنا بهذه الذنوب. طيب عندما نقول للأخت يعني هذا العري لا يجوز، طيب هي أختنا أم رفيدة عندما قصدت الذكر، طيب الذكر مش كل الذكر هو فرض يعني، نعم من أعرض عن ذكر فإنه له معيشة ضنكا، يعني 30,000 استغفار مثلا وأربع مرات سورة البقرة، هل هي من الفرض؟ هي نافلة، ما هي من نافلة، لكن الحجاب نائف فرض. تبعدوش يا جماعة، أنا لما كنت أدخن كنت بدي يستثنوا التدخين يقولوا مكروه، والذي والعياذ بالله في منهن يعني بحششوا، يعني عنا عذرا يعني في القط هذا شو بعرف شو اسمه باليمن، هو مخدر بيستعملوه كثير منهم مثلا، هو بدهن يستثنوا هذا، وانت بدك تستثني اللبس الضيق، وفلان يستثني الإشارة اللي بغطوا فيه الشعر، وفلان بده يستثني انه هو بيشتغل في مكان كله عري وعلى شط بحر، لربما هو بيشتغل يعني نادل بيشتغل على شط بحر كله عري، لا بدها ترزق، هذا بده يترزق وهذا بده يترزق، وتلك بتشتغل بالنمص وبدها تترزق وكله بده يترزق. سؤال، هل انتو يعني تركتم شيئا لله؟ هل كان رزقكم مربوط في هذه الأعمال؟ أنا بعرف شخص يعني بيشتغل ديسكوتيك، يعني هذا اللي بيشتغل بالأفراح ومصلي وما شاء الله، يعني إلى متى ستترك هذا العمل يا أخي؟ يا جماعة إحنا مرآة لهذا الدين، الله لن يرضى عنا ونحن مرآة أسوأ من الغرب. طيب حكمونا في جعلناهم يتحكموا بنا، أولادنا يتعلمون في جامعاتهم ويمنعونا من الحجاب، السؤال ماذا أنا أفعل؟
لربما دعوتك يا أخي تغير كل قانون الدولي. بتعرف هذا الشيء ولا لا تعرف هذا الشيء؟ يوما ما عندما بدأت الحرب في غزة قلت لكم كل منكم فليترك ذنب، فليترك ذنب ثم يسأل الله يا رب إن كنت تعلم أني تركت هذا الذنب خالصا لوجهك الكريم فادعو لإخوانك أن يرفع الله عنهم هذه الغمة. نعم ارفع على أي أن يرفع عنهم هذه الغمة. هل منكم من ترك ذنب، ترك العري، ترك التدخين، ترك الإباحيات؟ هذا ما غرقان بالإباحيات ولا يريد أن يترك، مبسوط عليها. وفلان الغيبي والنميمي، وفلان بحب الكرة القدم لا يستطيع أن يتركها. ما مش يعني بيروح بيلعب كرة قدم بيساوي رياضة وبرجع، لا، وبيساوي حرب على هذه الرياضة. يعني هو مؤخر لكل الصلوات وبايع الدنيا وقالب الدنيا ومخاصم أصحابه، ولأنه فريق ما فريق وبالانتخابات وبكل شيء. إحنا بدي أنا أكون أنا المسيطر وأنا الرابح وأنا كل شيء. الله رحيم يا جماعة، الله رحيم مليح جميل، بس شوف حالك يا أخي، ما أنت مديون ومكروب، والأخت تقرأ القرآن وثمها يعني ما هو الله بيقول لك اشلح، ما كما قال لي اشلح، خلاص بطل ينفهمك. طيب أنا دا أقول رزقي يا جماعة، أقسم بالله ما اليوم أنا سكرت محل الحلو الشيلي، والله رزقي أفضل من الماضي، بدل لي الله رزق آخر. ما هو أنت بادر، ما أنت، ما هو أنا كنا نساوي نعمة الكنافي في الأفراح، طبعا ما فيش هنا عندنا خلط، ولكن بالأفراح لربما الله لا يريدني أن أذهب إلى هذه الأفراح وأعمل كنافي هناك. أنا بألف خير بدي أوصل رسالة، ما بينفع إنك أنت تظلك مستمر في الذي أنت عليه وبالآخر تقول لماذا هذا التعطيل؟ أنا جاني خمس مرات انخطبت وأنت تركت، أو فلان يعني مش عارف أدبر بيت لأولادي، مش عارف أكمل حياتي، أموري معطلة، الشغل نعم في فلوس ولكن الصحة ذهبت، أولادي زوجي بده يطلقني، وأمورنا متعطلة، والأمم يعني جعلتنا عبيد عندهم. نعم بدنا نتعلم، جميل. هل هذا البنت، بنتنا التي تتعلم، أنا بحكي كلنا كل واحد سيصله الله. يعني سيدنا نوح ما استطاع أن يقنع ابنه، نعم. فالإشي عام كيفما تنظر، عري تكشف يعني وكأنه طبيعي، خلص إشي طبيعي. والعرس أعراسنا اليوم صارت طبيعية، حدة وغنانة وموسيقى ورقص وخلط طبيعي كله، فصار إشي طبيعي وكأنه خلص. ما بينفعش إنك أنت بدك تغير حياتك يا أخي مع الله. أنت جئت إلى هنا إلى هذه القناة، جاء الله بك إلى هنا، لا إيش جاء بك، كان ممكن يأخذك أنت على مكان آخر تسمع درس آخر. أنت هنا جاء بك المولى عز وجل، مش أنا جبتك، أنا ما جبتكش، أنا بعرف كاش، أنا ما بعرفك، صح؟ الله الذي جاء بك، كما قادني الله جل في علا بال 2015 إلى عبد الرحمن اللحياني وسمعت درس وخلصت. يعني ما كان في بيني وبين عبد الرحمن اللحياني ولا حرف، سمعت درسه، أغلقنا الموبايل وبدأنا نعمل بمقل 30,000 استغفار، مش من باب تحديد الأوراد. أنت اليوم جاء الله بك لإيش؟ ما أنت متابع مع أخوك محمد حجازي معاك، على إيش أنت تبلغ آية؟ يعني أنت بدك تصير داعية، هل بينفع داعية متبرجة؟ هل بينفع داعي بدخن؟ هل بينفع داعي لا أدري ماذا يفعل بالليل؟ هل بينفع داعي بقاتل الناس على كرة القدم وكل هذا؟ هل بينفع واحد يعني داعي أو حتى مسلم إنه مثلا يا عمي أنا عايش بأوروبا ما بينفعش غير إني أشتغل في بار، ما فيش هذا شغلي، هذا اللي لقيته وبحثت لم أجد هذا، يعني ستلقى الله في هذا الأمر. ما إذا أنت لا تريد أن تترك ذنب، وأنا لا أريد أن أترك ذنب، وفلان لا يريد أن يترك ذنب، ولا واحد منا يريد أن يترك شيء، وبالآخر إحنا بدأنا نموت في البحار، في البحار، نعم، تهجير عنوة، تهجير وقتل وسمسرة وبيع أعضاء وبيع أولاد و
وبيع أطفال، بيبيعوا لنا أولادنا. شو بدك أنت أكثر منيك؟ بالآخر بتقول لي أتحكم منا. طيب أنت بادر يا أخي، بادر. أحمد أخونا أحمد النعناع الذي ضرب الزلزال في سوريا وتهدمت الدنيا من حوله لم يشعر في الزلزال، وسبحان الله اليوم بالصدفة، اليوم بالصدفة كان وكأنه موعد الزلزال أظن. وصلتني رسالة من يعني الفيسبوك بعيد نشر بنفس اليوم ماذا كان عندي بوستات، وإذا هو كمان شهادة عن زلزال، شهادة عن زلزال إنه تهدمت البيوت ونحن الحمد لله رب العالمين، يعني كان ضررنا قليل جدا جدا وما جزينا. هل يحميك الله؟ أنت بتوكل على الله ومتوكل على قوتك ومالك وعلمك. إحنا ما قلنا للناس هاجروا من أوروبا، ما قلنا للناس اتركوا التعليم يعني البسوا الحطة وادخلوا، إحنا قلنا ابدأوا ادعوا الله كما يحب الله ويرضى، جالسوا اجلسوا مع الله بالليل، بالليل اجلسوا مع الله، يا رب يا رب يا رب يا رب خرجنا من هذا الذي نحن فيه، يا رب نحن نحبك، استخيروا الله، سيفتح الله عليكم، سيغير حكومات والله والله. عند يعني الكلام مش كل شيء بنستطيع نتكلمه، يعني عندما بدأنا حملة الاستغفار، مش حملة الاستغفار يعني عندما بلغوا عني ولو آية بالاستغفار بال2022 بعد الانتهاكات التي كانت على مصر الحبيب، أنا قيدت الله، أنا قيدت الله على أي أساس؟ قيدنا الله بهذا الاستغفار إن الله يعني لا يجتمع بعد ذلك اليوم تحت أي سقف. والله خمس حكومات، خمس انتخابات ما اجتمعوا فيها، خمس انتخابات، خمس انتخابات ويعيدوا الكرة، يعيدوا الكرة خمس مرات، فيش تأليف حكومات، ونزل المطر في شهر 6 وكان ما كان. نعم وكان يعني نزلنا صوت وصورة هذا الكلام، لكن المشكلة انه احنا انت يترك ذنبك انا بلاش، انا عندي تعليم خاص في ولادي بتعلم في الجامعات، وانت غطي التكشف تبعك، انت ممكن تترك الشغل تبعك، وفلان يترك التدخين وفلان، وكل واحد كل واحد يعني بزد التهمة على الآخر، كل واحد بزد التهمة على الآخر. يعني لماذا نحن في ذيل الأمم ولا ينظر؟ مش أنا لما بسب يعني أي واحد، أي شخص، أي شخص يا جماعة، أنا عندما تركت كل ذنوبي بفضل الله، الله قلب موازين الدنيا معاي، لكني عندما أسأت الأدب لله بكلمة إن اجتهادي أخذ الله كل شيء مني. وإحنا بنتكلم والذين آمنوا أشد حبا لله من العري، أشد حبا لله من فهمك، أشد حبا لله من كل هذه الدنيا، أشد حبا من التدخين ومن التبرج ومن كل شيء. ما قلت لك لا تتعلم، لكن زين أمورك مع الله، زين أمورك مع الله. إحنا لن يتغير حالنا حتى نترك لله. اتركوا لله يا جماعة، اتركوا ذنوبكم لله، اتركوا حبكم للأمور لله. نعم الأم سيرفع الله قدرها، لأنه احنا خيرنا رايح للغرب، اللي بتعلم منا بروح بيخدم الغرب. نعم اللي بتعلم منا بروح بيخدم الغرب مش بيخدم بلاده. نعم فما قلت لك تتجهل، ما قلت لك تكون جاهل، ما تقولني ما لم أقل، لكن إذا أنت بتكيش تترك التكشف والتبرج، وفلان بدوش يضحي وفلان بدوش يضحي، فما حدا رايح يضحي، ورايح يجي الحال أسوأ من هيك بكثير، لربما ترجع زمن العبودية، لربما يرجع زمن العبودية علينا، يستعبدون عبيد 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 حقيقة عبيد. يعني إذا أنت بتفكر إشي بعيد، لا يا أخي ما تفكر في إشي بعيد، عقاب من الله، عقاب الله اللي بيعاقبنا بأيديهم. إلى متى سنترك؟ إلى متى؟ يعني ما بنفع، مع الله بيغير. لما أنا بيشوفني إني أنا هذا، يعني أنا تركت التدخين، طيب جميل، معناه أنا تركت شيء، وفلان ترك التبرج، أو فلان عمل شيء، أو لا أدري اللبس. ما بينفع يا جماعة،
ما بينفع هذا. انت ماسك بشغلك وفلان ماسك بلبسه على اساس انه لبسه للشغل وفلان كله مشغول في هذه الدنيا. متى 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 تتوب الى الله؟ لو ان الله يعني اخذك الان، شو وضعك مع الله؟ هل سألت نفسك انا شو وضعي مع الله الان؟ الان الان انا ابو احمد جالس هنا، انتهى عمره بهذه اللحظه. شو اقول له يا رب؟ انا كنت يعني اشتغل في البار على اساس بدي اكل واشرب، انا متبرج لاني انا مجبور اشتغل واجيب فلوس، وفلان بدخن مش لا استطيع ان اتركه، وفلان يعني هل جاهدنا انفسنا؟ لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نعم عندما نبدا ونتوجه الى الله، نعم انا بال2015 ما كانت معي سوره البقره صحيح. الاخوه بيسمعوا درس بقول لي انا استغفرت 15 يوم وبدات بسوره البقره 4 مرات، من قال لك هذا؟ انا قلت لك هذا الكلام يا جماعه. كان بين سوره البقره والاستغفار عندي 2016 2017 2018 2019، 4 سنوات تقريبا، 5 سنوات. انت بدك تاخذهن بيومين؟ لو وين بدك تصل؟ سؤال، شو بدك؟ على ماذا تبحث؟ سؤال انت يعني انت المتابع، اخي المتابع، على ماذا تبحث؟ ايش بتدور؟ ايش بتدور؟ شو بدك تصير؟ شو اللي فهمته من حجازي؟ شو فهمت من عمك ابو احمد؟ شو فهمته؟ انه لازم يصير معك انت سورة البقرة 4 مرات و30,000 استغفار؟ والله ما جمعتهم مع بعض. عشان اكون صادق لا ادري اذا جمعتهم 10 ايام. لا ادري صراحة. 10 ايام عندما بدأت اقرأ سورة البقرة 5 مرات، لربما عشان اكون صادق. اما ما جمعت 4 مرات مع 30,000 استغفار ولا مرة. نعم كان سورة البقرة مرة مع 30,000 استغفار صحيح بصيغة استغفر الله. سؤال الاستمرارية، السؤال شلح الذنوب، السؤال قديش انت مستعد، والذين امنوا اشد حبا لله، السؤال قديش انت مستعد ان تكون يعني يا جماعة. قد يعفو الله عن يعني في امور بينك وبين الله، في امور مجتمعية. يعني هذا العريتة بالاخوات يا جماعة، انتوا يا نساء يا اخواتنا يا بناتنا، انتوا تفتنوا الرجال والشباب بيلقوا علقات سخنة، والشباب بصير عندهم يعني امور، وهذا المجتمع بيظلوا خربان. يعني ابوك اثم وزوجك اثم واخوك اثم، ليش؟ لانك انت بدك تلبسي شو بدك. فمجتمع اثم كيف ينجح؟ ونحن مأمورين لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. أوليش كان الله يسلط عليكم عذاب الله يرفع وتدعونه فلا يستجيب. إذا أقل القليل لا نريد أن نتركه لله، لا نريد. فعندما يعني هل تريد هذه النفضة، هذه النفضة تريدونها من الله؟ يعني إذا أخذنا أم رفيدة قالت كذا وكذا إنه الحجاب هو فرض، يعني من هم أكيد إلا مش لابس أو بناته بده يتكلم. والمدخن إذا قلنا عن التدخين حرام تقول لا 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 مكروه، وإذا والذي يعني لربما يحشش بقول لك لا هو مكروه مش مذكور في القرآن، وذاك مش مذكور في القرآن، ولا شيء مذكور في القرآن بالآخر طلع. والله يا جماعة إحنا في وضع مخزي. الله يعذبنا بالليل والنهار ومشرذمنا ومشتتنا، وزارع الفرقة بيننا هذا الشيطان بسبب تفلتنا، والله أذن له أن يصحرنا ويفعل الأفاعيل بنا. نعم هذه كلها الذنوب، كلها الشياطين والأصحار والأمراض والأسقام والعدو والصواريخ هاي كلياتها، وسمي ما تشاء، هذا كلياته تسليط رباني وكانها كلاب الله يسلط علينا. لئن تبنى رفع الله عنا، لئن تبت أنت لوحدك وتركت هذا العري وهذا التكشف سيرحمك الله وتعيش حياة طيبة. نعم وابقى أمر بالمعروف، ابقى أمر بالمعروف. لا أدري يعني لا يروق هذه الأمة أن تتكلم
وتقول لك انت ان كنت فظا غليظ القلب. يا جماعه احنا وصلنا قاروره ما لا تستطيع ان تدخلها. انت تبكي انت نحن ممثلون، نحن نمثل على الله والله ينظر الينا بعين الغضب. احكي ما تشاء، لا يروقك فلا يروقك، اذا لم تضع اصبعك على الجرح فلن تداوي اي شيء، لن تداوي اي شيء. انت بحاجه ان الله يدافع عن الذين امنوا. طيب خليك امن، طيب خليك مؤمن، انت بتفكر حالك امنوا. قالت الاعراب امنا، قل لا تقولوا امنا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل خلاء الايمان قلوبكم. أي هو الايمان يعني هو كلمه تقال، يعني ليس الايمان بالتمني، ليس الايمان بالتمني، ولكن الايمان فيما وقر في القلب وصدقه العمل. يا اخوتي، لبسي، كلامي، معاملتي، صلاتي، صيامي، ذكري لله، حبي لله، تركي ما يغضب الله. ما بنفع احنا نبقى في هذا مجرد لا نريد. انت لا تريد ان تترك التدخين، وفلان لا وفلانة لا تريد ان تترك التبرج، لا مش مهم، يعني الله غفور رحيم يقبل مني الصلاة ويقبل مني الصيام، ولكن هذا سيحاسبني عليه، وانا انفتن فيك والشاب الثاني ينفتن فيك، ولربما كلام من هنا ولمسة من هناك وخرب هذا المجتمع كلياته، وذاك يريد أن يحشش وهكذا، وذاك يريد أن يرابي، وذاك يريد أن يشتري سيارة بالربا، وذاك يريد أن وهكذا. لا نريد أن نترك ولا شيء. يعني هاي أنا بدي أنزلها نصيحة لوجه الله، هذا الدرس اسمه نصيحة لوجه الله، الاستغفار وسورة البقرة. لما بتشمر وتقبل على الله، أبشر 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 بالاستغفار وسورة البقرة ماذا سيفعل بحياتك. عندما لا تستطيع، اسمع مليح، في فرق لا أريد ولا أستطيع. لما هذه الأخت مثلا، لا أنا هذا رزقي، أنا لا أستطيع أني ألبس يعني ألبس اللبس الفضفاض، لا يطردون يعني. لا، عندما تجاهد، أنا جاهدت نفسي، جاهدت لأترك، فساعدني الله إن أترك التدخين وكل شيء وكل السقطات، جاهدت فالله دلني وين السبل اني اترك. لكنك اذا انت بتدخن ولا تريد ان تترك الدخان، لكن انت بتحبه ولا تريد ان تجاهد، فكيف الله بده يساعدك؟ لن تقرب الي عبدي شبرا تقربت اليه باعا، وان تقرب الي باعا تقربت اليه ذراعا. فالله انت تعطي شبر وبيعطيك باع، عليك انك انت يا اخي تبدا. يعني انا يا ربي مش قادر اترك التدخين، سمعت درس عند اخونا ابو احمد اخذ سوره البقره على اساس اني اترك التدخين. ايوه هذا هو، انا اخذت سمعت اخونا ابو احمد بيتكلم عن سوره البقره بتساعدك تشلح السقطات. ليش؟ لاني انا بدي اترك التدخين. مش لا التدخين حطه على جنب، والتبرج حطه على جنب، والغيبة والنميمة كمان حط لي اياها على جانبي، انا بحب الغيبة والنميمة. لا لا لا، كرة القدم تخربش علي، انا هاي حياتي، يعني مش انك تروح تلعب رياضة وترجع، لا بالليل والنهار، لا لا التوك توك انا مفلس لا استطيع. انت لا تريد ان تغير، بدك تقرا سورة البقرة والاستغفار. انا ما قلت لك هيك، انا مش مسؤول عن هذا الشيء، واذا انا بدي اوضح لك وانت تهجم علي في هاي ان الله غفور رحيم، انظر إلى نفسك يا أخي، انظر إلى هذه الأمة، هل نحن تحت رحمة الله ولا تحت عقاب الله؟ بالله عليك، إذا بتشخص إنه هنا الجرح وهذا الوجع هنا، وتبدأ تبحث عن علاجه، فأنت على مليون خير. لكن إنك أنت بتقول لا لا لا، هذا كلنا هيك نفس الشيء، كلنا عند نفس المرض وكلنا نفس الأوجاع، وكلنا هذا طبيعي. بتقول انت هذا طبيعي، لكن تريد ان تقرأ القرآن، فاقرأ كل القرآن من اينما شئت. لكن اذا انت بتبحث عن خلاصك، نعم سورة البقرة ستساعدك على شلح هذه الامور. اما اذا انت مصر، اعوذ بالله، الله يعلم ولا لا يعلم. نعم، فاليوم قرر بدك تشلح ذنوبك وتشلح سقطاتك وتقبل على الله بطاعم جميلي، وتسأل الله يا ربي أعني على ترك هذه المعصية، ولا بتقول لي لا أنا بدي أبقى بالتبرج، وأنا بدي أبقى لأنه هذا شغلي هيك، أنا مش مسؤول. إلا بنتها بتتعلم في جامعات الغرب، فليسأل الله يا ربي اجعل لبناتنا مخرج، يا ربي اجعل لبناتنا مخرج.
احنا مش خا... مش احنا لسنا على زمن الرسول عليه السلام. انا افهم هذا الكلام، وبفهم انه احنا كمان عندنا هنا يعني في بنات يتعلمون الجامعات وهكذا وكل شيء، نعم، لكن لربما دعوة اخت صادقة قد يغير الله نظام فيها، نظام دولي، نعم، انه حرية العبادة. فهل انا هل انا ابكي بالليل هذا اللبس ولا لا؟ لا لا لا، سؤال هذا هو. هل أنا أسأل الله بالليل كما أفعل الذنب أبكي على هذا اللبس الذي ألبسه حتى لو بتعلم طب في جامعات الغرب؟ هل يا ربي يا ربي تيسرنا إن نلبس الخمار؟ سؤال، إذا الله يسر لك إنك تلبس الخمار صدقا، الله يعلم ولا لا يعلم؟ إذا الله يسر لك أن تلبس الخمار في الدولة التي أنت فيها اليوم، طلعوا قانون مسموح لكل واحد حرية العبادة، هل تلبسي ولا بتبقي على كلامك انك انت كله كلام ومجرد كلام؟ والله لو رأى الله جد جل في علا صدق انه نبحث عن اللبس الفضفاض والجلباب في الغرب، ما شد علينا، ما شد علينا. انتم لا تعرفوا الله جل في علا. عندما تعرف الله ويعرف صدقكم وصدق توجهكم اليه جل في علا سيقلب أنظمة، نعم، لكننا لربما هيك اسطر لنا. هذا زي اللي بقوله مثل راعي الجامع والأقام سكر، فقال لك مليح اللي أجت منه مش مني، هكذا يعني مليح اللي فرضوا هذا الحظر إنه فش جامعات مع غطاء، يلا مليح اللي أجت منهن بتحجج فيها. الله يعلم نيتك ولا لا، وانت كلنا يعلم الله نوايانا. ما إذا بدك تروح على نواياكم ترزقون، هذه هي على نواياكم ترزقون. الله يعلم، الله يعلم، الله يعلم ما تخفي هذه الصدور. الله يعلم، الله يعلم. إذا 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 جعلك مسؤول في مؤسسة لربما تنهبها، لربما تسرقها، نعم، الله يعلم. عشان هيك على نواياكم ترزقون إذا بدك تعرف هذا الشيء، نعم. إنك لربما أنت عمال تعبد الله بسورة البقرة عشان الله يعني يفتح لك الطريق على الملايين. الله يعلم. والذين آمنوا أشد حبا لله. بدك أمي تنهض؟ بدك تنظر إلى التلفاز ويصرك ما ترى من أخبار طيبة عن أمة الإسلام؟ أنت اشلح ذنبك ولا تلوم الآخرين ولا تقول الناس كذابة والناس سراقة والناس أنت ماذا فعلت؟ من هنا ابدأ، مش فقط تدافع عن نفسك بأنك أنت نويانا. يا جماعة، الرسول عليه السلام يوما ما استشهد أحد الصحابة، فبس الصحابة بدأوا يكبروا الله أكبر الله أكبر شهيد، قال لا والله بل هو في النار. فشهد عليه أحد الصحابة أنه يعني كان يعني يقاتل، فعندما قتل وبقى جرحه يعني المهم قتل نفسه، أكمل على نفسه وقيل عنه شهيد. وعندما فالصحابة قالوا شهيد، فقال رسول الله بل هو في النار. وهكذا نحن نمثل تمثيليات كبيرة، ومن من 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 نجد لأنفسنا التبريرات، والله إني مانعيننا. عمي، إحنا جماعة لا نستحي من الله، إحنا جماعة لا نستحي من الله. النفاق غالب علينا، و يعني نستثني عشان ما حداش يزعل، بس إحنا أمي هكذا، إحنا أمي هكذا. كورونا ما قطعت فينا، زلزال تركيا وسوريا ما قطع فينا، جاء زلزال المغرب ما قطع فينا، جاء زلزال تسونامي ليبيا ما قطع فينا، جاءت حرب غزة ما قطعت فينا. أنت تعلم ماذا ينتظرنا نحن؟ أنا أقول والله أعلم الذي يصيب غزة أرحم مما سيأتي علينا. انتبهوا يا أخوتي، انتبهوا. نعم، انتبهوا، ولا تقل لي أن لا أستطيع أن أترك هذا الشغل أو ذاك العمل. أنت هل توجهت إلى الله وبكيت كل ليلة يا رب يا رب يا رب؟ هل السؤال إذا أزالوا هذه القوانين أنك أنت مسموح أنك تساعد مثلا هذه البلاد، بتساعد ولا كذاب؟ إذا المسموح أنك تلبس الحجاب، هل تلبس ولا كذاب؟ هذا هو. هل إذا يعني سألت الله بحرقة عن جد أنت بدك تترك التدخين؟ هل جد أنت بدك تترك الإباحيات؟ هل جد أنت بدك تترك كل هذه السقطات؟ ولا لا فقط لا؟
خلاص فقط بقرا سوره البقره عشان اصير مليونير ويصير معي هذا اللي ادى يعني هذا التعطيل الذي عندي بس يزيله الله وخلصت. هذا هو التعطيل الذي عندي ان يريد ان يزيله الله وابقى انا متبرجه وانا مدخن وفلان في العري وفلان لعب كره قدم وتوك توك واباحيات وكمل. تصبحوا على خير، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. اترك شيء لله ثم اسال الله بهذا الشيء. نوايا اذا بدك سيعطيك الله، واتاكم من كل ما سالتموه، واتاكم من كل ما سالتموه، لكنك لا تساله هذا الامر، تساله الفلوس والدنيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومن كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت الله عليه امره واتته ومن كان همه الاخره جعل الله غناه في صدره واتته الدنيا وهي راغمه. نعم، واتاكم من كل ما سالتموه. بدك تترك الذنوب، تترك العري، سيعطيك الله هذا. بدك تترك التدخين، سيعطيك الله هذا. لا تقول شيئا اخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.